تطالب 5 عائلات من المستفيدين من حصة 230 مسكن اجتماعي ببلدية عين البرد بولاية سيدي بلعباس من والي الولاية التدخل من أجل تسليم مفاتيح الشقاق التي عرفت تماطلا منذ 15 سبتمبر 2021، رغم أن الكثير منهم يعيشون وضعا مزريا. السلام عليكم. احنا سكان بلدية عين البرد جينا قصدنا قناة الأجواء باش نوجه رسالة لوالي الولاية وزير السكن على المشكلات تاعنا المتمثلة فيه، أنه احنا استفدنا من السكن الاجتماعي اللي قسم قبل مدة بالبلدية المتمثل في 230 سكن. المشكل أنه يوم تسليم المفاتيح مبغاوش يسلمونا المفاتيح تاعنا، على أساس أنه لي روسي تاعنا والمفاتيح راهم عن شاف الدائرة. بعد ان توجهنا لشيف الدائره بالمشكله تاعنا، قال بلي انا اللي غادي نرحلكم، انا اللي غادي نشرف على الترحيل تاعكم من اجل القيام بعمليه الهدم، لان بحكم اننا نسكن في السكن الفوضوي اللي هو متمثل في املاك الدوله. المشكل انه المفاتيح سلمت منذ تاريخ 15 سبتمبر، صديق شهر وعشر ايام، ومازالت الهضره كل يوم غادي نرحلكم هذه السيمانه، نرحلكم هذه السيمانه وما بان والو. بغي نوجه رسالتي لوالي الولايه انه يعني رانا في حاله حرجه يعني لا نحسد عليها، وهذا ظلم في حقنا، لانه احنا ما استفدنا من حتى حاجه من الدوله، يعني قعد المعاناه باش في التالي من فرحنا وقلنا بلي صاي اونفا ربي رزقنا بهذه السكنه يحرمونا منها ويديروا لنا هذا الاطار. السلام عليكم، انا مواطنه من دائره عين البرد، اوجه سيدي بلعباس، اوجه ندائي الى والي ولايه سيدي بلعباس او وزير السكن يشوف لنا حل في الموضوع نتاعنا. ما عندنا احنا حتى مشكل، حنايا خرجنا في القرعه، خرجنا في التيراج، ما عندنا حتى مشكل معاهم. مي جينا في الترحال ما بغاش يرحلنا، باغي يطرح عليه المشكل على ما راهش باغي يرحلنا، قالنا ما عنديش مشكل معاكم. السلام عليكم خوتي، راني جاي لقناة الأجواء باش تعاونا في هذا المشكل اللي ديرانا فيه. حنايا من عين البرد، دائرة عين البرد ولاية سيدي بلعباس، حنا رانا عندنا مشكل تاع ساكن، خرجنا في التيراج، خرجنا في لاليس، خرجنا في التيراج. البروبليم تاعنا هو شاف دايرة راه كاظب لنا الريسي تاع الخلاص، وراه كاظب لنا هذا المشكل. راني طارحه علاش على هيئة الوالي ولاية سيدي بلعباس وزير السكن، ماذا بكم تسمعوا الانشغال تاعنا. شوف خويا ما مكلفش عليك، حنا رانا في واحد الغبينه زعما يدير بها غير ربي سبحانه، وواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي حنايا النداء تاعنا، هذا ماذا به الوالي تاع سيدي بلعباس يتدخل في هذا الموضوع تاعنا، وماذا به وزير السكن يتدخل في هذا الموضوع تاعنا، خاطرش حنا رانا 5 عائلات استفدنا ومازال ما رحلناش لحد الساعه. رانا في شهر وعشر ايام الناس كاع سكنت، رانا باقيين غير حنا اللي 5 عائلات رانا باقيين.